مرحبا بنات، ايش حالكم؟ ايش اخباركم؟ طبعا اليوم وايد متحمسة عشان اخبركم ان براند كيلز فاينالي از لونشينج اون بوتيكات. بتشوفون الحين معانا السكين كير روتين كامل، وبراويكم منتجاتي المفضلة من براند كيلز. الغسول بخلاصة زهرة الكالندولا يستخدم للتنظيف العميق، يهدي البشرة ويناسب جميع انواع البشرة. احلى شيء فيه انه خالي من الصابون والبرابين. التونر مكون من بتلات الكالندولا اللي تساعد على تهدئة البشرة وتقليص المسام، اللي يميزه انه ما يحتوي على الكحول او المكونات القاسية. كريم الافوكادو يستخدم لترطيب منطقة تحت العين وتخفيف الهالات والانتفاخات والتعب. سيروم الريتينول يسرع تجديد سطح البشرة للحصول على بشرة نضرة ومنعشة. المرطب رقم واحد لترطيب عميق يدوم لغاية 24 ساعة، مكون من السكولين وزيت الزيتون. لتكملة الروتين استخدم واقي الشمس المعروف بالتركيبة الخفيفة، يوفر حماية عالية من الشمس ويحمي من الـ UVA والـ UVB والملوثات الخارجية. وبكذي اكون خلصت السكين كير توتوريال، ان شاء الله استمتعتوا معايا. هذا الكريم الاي كريم بالافوكادو ون اوف ماي فيفورت كريمز، وايد يهدي العين اصلا. شوفوا ما شاء الله بشرتك كيف طالعة. لا تنسون ان براند كيلز افيلبل في بوتيكات الحين.